سلمى صحي لغايه دلوقتي؟ يلا عشان تنامي. لا. حد يقول لأمينة لا؟ مش هروح الا لما بابا يجي. لا يا حبيبتي، بابي لسه قدامه شويه، يلا عشان تنامي. بس بابي بيحكي لي حكايه قبل ما انام. طب ايه رايك انا احكي لك حكايه؟ وبابي بيحبها كمان، اوكي؟ اوكي. كان يا مكان زمان في بلدنا هنا كان عايش امير جميل، كانت كل الناس بتحبه، كانت مملكته كبيرة وفيها كل حاجة حلوة، وهو كان كل ليلة بيخرج يقابل الناس، كان بيلبس أحسن لبس، وكل اللي عايشين عنده في المملكة بتاعته بيستنوه عشان يخرج عليهم بالورد والمزيكا. كل يوم وكل ليلة عيد لكل الناس، الشمس كانت بتستنى الفجر عشان تطلع على أرضه، والقمر كان بيضحك للدنيا وينورها وسط النجوم والسما الصافية. كل ده في مملكته، وفي قلب كل ده ما كانش حد عارف بكرة مخبي إيه للأمير. الانبساط والسعادة اللي هو عايش فيها هتروح منه وحيبقى لوحده، بس الأمير رفض إنهم يسجنوه، رفض انهم يسرقوا منه كل حاجة. والحقيقة ان الحق كان معاه هو. المملكة اتغيرت واتبدلت وبقت ضلمة، والامير حلف النور لازم يرجع تاني والشمس لازم تشرق على بلاده من جديد. احنا لسه ما نمناش. انا سلمى مش جايلها نوم، قلت احكي لها حكاية. انتي خارجة ولا ايه؟ ايوه احمد هيعدي عليا. طب اتفضلي انتي بقى وانا هقعد مع سلمى. الجميل مش عايز ينام ليه؟ خايف. خايفة من ايه؟ انتي مش بتحبي انا وبتحكي لانا كل حاجة؟ قوليلي بقى خايفة من ايه يا قمر؟ حلمت بحلم وحش. ليه بعد الشر حلمتي بايه؟ حلمت ان عنينا موتت بابي. طب يا حبيبتي يلا بينا احنا عشان نقوم ننام. يلا يا قمر يلا. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. This is Alfie from the Alfie Club, wishing you an amazing night. الحمد لله على السلامة مستر ياسين. ها دود. ايه؟ ايه ده؟ وانت مش قلت انك مش جاي؟ لا ما انا عملت الميعاد بتاعي هنا في ألف. الميعاد؟ تاني؟ تاني. بقولك ايه؟ انا حاسس ان الست دي هتوقعك وجوزها هيجي يقعدك. انت عبيط على فكرة، اوقات احس انك ما تعرفنيش خالص. الموضوع مش زي ما انت فاكر ابدا. ماشي يا عم. هاري يا ترى انت ناوي على ايه يا امينه؟
هاي ليلى. عامل نسيم، كان عندك حق في كل اللي قلته. ما كنتش فاكرة ان ده ممكن يحصل لي، حتى بعد ما شفت البرفان الرخيص بتاع البت الرخيصة بتاعته. بس كونك تشك غير كونك تعرف وتشوف بنفسك. عارف كان بيقابلها فين؟ في بيتي اللي كنا بنقضي فيه الأجازات أنا والولاد. تفتكر على سريري ولا على سرير الولاد؟ مين بعت لك الصور دي؟ مش مهم، مش فارقة. حد من المنافسين، واحد حاول يبتز والأستاذ مرضيش يدفع، البت الرخيصة بتاعته عشان تعمل راسها براسي. مش مهم. بص يا ليلى، انت قدامك حل من اتنين، يا تفضحيه في كل حته، يا تنسي الموضوع وتنامي على الصور وتنامي على بنته خلاص، وتصحي الصبح بكره كويسه وفرش. الصبح تعرف عني كده؟ المشكله عشان اعرفك كويس انا خايف تعملي حاجه تندمي عليها.